بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا آخر درس قبل رمضان، في رمضان يتوقف الدرس. أما بالنسبة للأخوة اللي ممكن بتابعوا في اليوتيوب، فإحنا منعوض إن شاء الله بننزل دروس في غير التفسير خلال شهر رمضان والعيد، لأنه العيد برضو بيجي يوم الحد في العيد، مش هيك؟ فنلتقي إذن إن شاء الله بعد العيد. اليوم نتحدث لا هو أنا الآن إلي فترة بتخصص في أبحاث في فترة رمضان، بقدرش أشتغل ولا شغل ثاني، يعني قصدي بقدرش أنشغل بأي شغل ثاني. طيب، إذا نتحدث في الآية 37 من سورة الأعراف. إذا نتحدث إن شاء الله إذا اتسع الوقت في هذه الآية. فمن أظلم، إذا لا أحد أظلم من اللي بدهم ينذكروا، لا أحد أظلم. وهون هي وردت هذه مثل هذه الصيغة، فمن أظلم، ومن أظلم برضو وردت ومن، وتقريبا ممكن تكون في حدود 15 مرة تقريبا بنفس هذه الصيغة. تسعة منهن ومن وفمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، من أصل 15، والباقي له علاقة بموضوع الافتراء على الله وعلى شرعه. إذن لاحظوا، لا أحد أظلم من هؤلاء. فمن أظلم ومن أظلم إلى آخره. طيب، فمن أظلم، وهذا ديروا بالكم سؤال استنكاري، إنكاري تعجب فيه كمان. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، وسبق قلنا افترى، لاحظوا افترى كذبا، ما هو الافتراء كذب، ولكن هو اي نوع من الافتراء؟ احنا سبق قلنا انه الفري، اذا بتذكروا الفري فيه معنى القطع، حتى هون في العامية تجدوا ايش بيقولوا الفلسطينيين؟ فرمعتي، ايش بيقولوها؟ الفري فيه معنى القطع، وكأنه يعني بالطريقة اللي بتقولوها انتو يعني كذب مفصل، يعني واليوم هاي اليوم في الادوات الحديثة بصيروا فعلا يقطعوا من هون هاي الكلمة بتزبط كذا، ايوه بيطلعوا الكذب ايش؟ مفصلة. هذا شو اسمه؟ افتراء، وهذه الفرية، والافتراء فيها إذن إيش؟ تفصيل وقطع وتزبيط المسألة، تقدير يعني، من أجل إخراج الكذب. إذن بيكون في على فكرة انتباه وقصد في المسألة، مش بس اللي مجرد كذب، لا، هذا بيكون منتبه تماما، وكيف بدي أكذب وكيف بدي يتم الكذب، وشو بلزم شو ما بلزمش، شو نضيف شو ننقص، شو اسمه هذا؟ افتراء. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، كذبا هذه نكرة، يعني اللفظة منكرة. في مثلا ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب،
تمام، او يفتري الكذب. اذا كانت معرفة، على فكرة دققوا معي الان مشان، اذا كانت معرفة الكذب معناته بكون قبلها مذكور، قبلها بشكل عام، هذا اذا في الافتراء على الله الكذب مش كذبة، معناته بكون في قضية مطروحة قبلها، فبده يتكلم عن هذا الكذب المطروح، تمام، بده يكون يتكلم عن هذا الكذب. هذا لما تكون بقل التعريف. إذن ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب، إذا الكذب معناته في قضية مذكورة والكذب في هذا الباب. طب وها أما هذه، لا هذه نكرة من أجل أنه تعم صور مختلفة، مش في سياق معين عم بتحدث عنه، مش في سياق معين عم بتحدث عنه سبحانه وتعالى. ميزنا الآن. إذن الآن خلينا في موضوع الآية 37 اللي هو الكذب هون إيش؟ منكر. فبقدروش ناس يجي يقولوا قصد الشرك في العبادة مثلا، لا لا، هون ما سبقهاش هذا الكلام، هذا الآن منكر، فبيشمل صور من الافتراء على الله. بنوضح إن شاء الله. أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. نشوف أول شيء ينالهم إيش، ينالهم ونصيبهم من الكتاب. طيب أنت بتقول تناولت مثلا، تناولنا الطعام، هذه فيها مسألتين. حتى المسألة الأولى أنك أنت كأنك وصلت الطعام، يعني مديت إيدك ووصلت الطعام وحققت المطلوب. شو هو المطلوب من الطعام؟ يعني بلغت مقصدك. إذا التناول شو هو على فكرة؟ التناول شو هو؟ أنك أنت تلاحظ بتصل الإشي، بتوصل الإشي وبتحقق إيش؟ مقصدك. هو أنا ممكن أصل الإشي ولكن ما أحققش المقصد، لكن لما بتوصله وبتحقق المقصد شو بصير اسمه؟ تناول. مثلا عندما تقول نال منه، أني منهن على فكرة، ممكن في الشر وفي الخير، ديروا بالكم كيف يعني، حسب السياق. إذا بالشر معناته وصله وحقق إيش؟ المطلوب في إيذائه مثلا، فشو منقول؟ نال منه. وممكن ينال منه ماديا أو معنويا، إذا بوصل وبيحقق المقصود في الإساءة له مثلا، أو مثلا نال من منه جائزة. هاي المسألة معناته هو تواصل وحاز ولا ما حزش؟ حاز. أي من أولئك ينالهم الآن، هون مش محدد في الشر ولا في الخير. مثلا نال الرضا، شو معناته؟ معناته من خلال تواصله مع الأم مثلا والإحسان إلها، في الأخير وصل المقصد إنه إيش؟ نال رضاها، نال، بلغ المقصود. تمام. طيب الآن نأخذ في آيتين. الآية الأولى اللي بدي أذكرها، لأنه وجد قال بعض المبشرين، وخصوصا في سوق الإنترنت هذا اللي بيبيع فيه، تباع فيه البضائع الفاسدة والكاسدة إلى آخره، قال بيقولوا في خطأ في القرآن الكريم في اللغة. مثل إيش؟ هذه الآية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين.
قال شو بيقولوا؟ قال لغة لازم يكون لا ينال عهد الظالمون. طبعا هذه هم المبشرين على فكرة شو بقصدوا؟ مرة احيانا في منهم بكون متقن للغة العربية، في من كبار علماء اللغة نصارى وبيشتغلوا مع المبشرين، بيكونوا بيعرفوا شو المعاني، بس هو بيقول لك احنا بنرميها في هالسوق الا يعني تزبط لها مع نسبة من نسبة من هالاذكياء، يعني قصدي ها تزبط الا تشوش على، واذا ما شوشت على المسلمين لانهم بيعرفوا، على القليلة من نلقيها في اذهان غير المسلمين مشان برضو ما يسلموش، لان برضو هذه من ضمن اهداف على فكرة مرات الافتراء على الدين شو بكون مهمته، مش اذا قدرنا نوصل للمسلمين ونشككهم كان به، بس اذا ما قدرنا خلينا طيب نحفظ هالجماعة اللي بنحاولنا هذول اللي احنا مسؤولين عنهم في دين ما، بنخليهم نقولهم دير بالكم الدين هذا فيه اغلاط كثيرة ومثل هيك ومثل هيك، ودي بزيفوا الفكرة وين في اذهان اتباعهم مشان ايش؟ طب هل يجوز لنا كمسلمين احنا من اجل نحافظ على المسلمين انهم يظلهم مسلمين انه نزيف الافكار في اذهان المسلمين ونكذب عليهم ونفتري؟ وهذا ما تميز به الاسلام، انه لا ابدا، غير اديان لانها لا تقوم على اساس اصلا ولا عندهم ادلة، بيبحثوا عن اي وسيلة ولو كانت غير مشروعة والغاية تبرر الوسيلة، هيك بصير عندنا الغاية تبرر الوسيلة؟ لا. في حدا دين في الارض يعني بيحرص على هذا الكلام والتوصية فيه زي المسلمين؟ كل شيء لازم يكون واضح، في شيء كذب على الاخرين، حتى تيجي تكذب على عدين النصارى او اليهود وتقول انهم بيقولوا كذا وهم بيقولوش، مثلا تحرف مثلا في تفسير بعض اقوالهم وهم ما بيقولوش، لا يا اخوي انت ما بلزمكش اصلا، حتى اذا قصدك تكون يعني تبين للناس بلزمكش، انت بس اعرض الدين زي ما هو وبكفي، هو ببين للناس، يعني افتح سفر يشوع في التوراة وبس صير كل يوم نزل في الجريدة منه شوية وشوف شوف بكسروا كل اليهود، هو احنا هيك باقيين؟ الله اكبر، هيك باقيين احنا ديننا؟ هذا مقدس هذا؟ هم بيقولوا لحالهم الى اخره. طيب هو طبعا لاحظوا اني جعلك للناس اماما، الله سبحانه وتعالى يقول لمين؟ ابراهيم عليه السلام. لاحظوا حب انه تستمر الامامة في الخير وين؟ في نسله، ما هو كل واحد صالح بيحب، كل واحد صالح كيف لما يكون خليل الرحمن، كل واحد صالح بيحب انه نسله يحمل راية الحق من بعده. قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهدي الظالمين. خليني ابدأ شوية افسر، لا يشمل عهدي هذول اللي بيكونوا من اهل الظلم. اذا لاحظوا، ولكن لما بدنا نعطي لا ينال المعنى اللي الان وضحناه اللي فيه معنى وصول وتحقيق الهدف، الان في عندي وعد، هذا الوعد اللي هو الان عهد، برضو عهد بتضمن وعد، ايش؟ اني جعلك للناس اماما ومن ذريتي، من ذرية ابراهيم عليه السلام في ناس لازم يكونوا ائمة في الخير، راح يكون لا يصل هذا العهد ويتحقق في الظالمين منهم من نسلك. واليوم بعد 1400 سنة يمكن قالوا لك انا من نسل محمد صلى الله عليه وسلم، من نسله من اي جهة يعني تنتسبوا له؟ مش معقول، ما فيش يعني ملوش اولاد ذكور، انما من الذرية، ويعني وايش يعني ما احنا سبق قلنا مليون مرة، ما في واحد على وجه الكرة الارضية الا ابو نبي والا ابو رسول، فاما النبي فادم واما الرسول فنوح، فانو فيكم ابوه مش نبي وانو فيكم ابوه مش رسول في النهاية يعني؟ تيجي لي بعد الاف السنين وتقول لي طيب ما هي ومن ذري، ما هي ابن نوح؟ ما هي ابن نوح عليه السلام؟ عليه السلام نوح يعني مش ابنه. لا ينال، لا يصل، هي مش احنا فسرنا ينال؟ لا يصل عهدي ويتحقق، لا يبلغ ويتحقق في الظالمين.
يمكن قال لك في غلط في اللغة. شوف ال طب ما هو أصلا لغة يجوز الوجهين، يجوز الوجهين لا ينال، مش في القرآن الآن، في اللغة، لا ينال عهد الظالمين ولا ينال عهد الظالمون. هذا إذا إيش؟ هذا إذا شو المعنى اللي بدك إياه؟ وهون الوعد مش إشي أنت بتناولون الناس، هذا الوعد أصلا والعهد مش إشي بتناولون الناس، لا، إشي ينيلهم الله، مش هم بتناولوا الوعد، لا، هذا وعد من الله بيرسلوا بنزلوين حيث يريد. فمين الأبلغ معناته؟ الآن إذا بدنا نقول في البلاغة أنو الأبلغ؟ لا ينال عهد الظالمين. أما شو يعني خطأ ومش خطأ في اللغة؟ أي واحدة في الآية الثانية اللي ممكن تلتبس طبعا في شوية في اللغة وممكن يهرب منها البعض في التفسير، لن ينال الله لحومها، مش هيك، ولا دماؤها. هذه سواء كانت، على فكرة، ما نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى من ذبائح أضحياته وغيره في التقرب إلى الله، مش اللحم اللي بتوصل ولا الدماء اللي بتوصل، هذه بالعكس، هذه اللحمة اللحمة بتوصلكم أنتو هذه اللحمة توصلكم أنتو. ما هو الله سبحانه وتعالى على فكرة تعبد البشر بمصلحتهم، يعني تصور تكريم الله أنه جعل مصلحة البشر عبادة إلهم. فلما يجي يقول تشربوش الخمر، يعني مصلحة مين بالله؟ تقتلوش، مصلحة مين بالله؟ صوموا، حتى صوموا، مصلحة مين بالله؟ ما لعلكم تتقون. يعني هو البرامج هاي كلها لمين؟ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولا ايش اللي بوصل الله ويتحقق منه المطلوب؟ ايش اللي ببلغ؟ طيب ببلغ الله فيتحقق المطلوب برضاه او قبوله، ولكن يناله التقوى منكم. يناله شو يعني؟ يصله، يصل فيتحقق عنده المطلوب والمقصود من هذا التقرب. لحمه، لحمه، هاي بتوزعوها على الفقراء، على قرايبكم، بأهل الدار، التفاصيل خلص وصلتكم، هاي وصلتكم. لكن هي ايش؟ لا، التقوى منكم هي اللي بتوصل الله وتبلغ هدفها من حكمة الله أن يثيب، ولكن يناله التقوى منكم. طيب إذا نأخذ يناله تماما زي ما هي، مش يقعدوا يهربوا منها بعض الناس. في شو معنى تناله؟ خصوصا لما يفسر تنال بمعنى تصيب، ولكن تصيبه التقوى منكم مثلا، لا خذ نفسر أو شو معنى ينال، خلاص بصير كل شيء واضح إن شاء الله. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. لاحظوا، أني اللي مقدمة على فكرة، أني اللي مقدمة، افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. في ناس بيقول لك ما احنا مش مكذبين بآياته، طب بدنا نشوف قضية الافتراء على الله، انتم مش مكذبين ولا محرفين ولا شيء، طيب والافتراء على الله نشوف. طبعا أولئك ينالهم، لحظة، أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. شو كتب لهم؟ لاحظوا، شو كتب الله سبحانه وتعالى لهم؟ بوصلهم وفق الحكمة الربانية. أولئك ينالهم نصيبهم، ايش مقدر الخالق لهم كباقي البشر، كل البشر، ايش مقدر في كتابه وقدره، ايش مقدر في كتابه وقدره انه يوصلهم وفق حكمة الله في الخلق، بوصلهم. يعني ولو انهم مفترين على الله، لكن لاحظوا، ينالهم نصيبهم من الكتاب. لو عنا احنا الشغلة
بنخليه يموت جوع شو يناله نصيبه، لانه بعض الناس ينخدعوا انه طب هاي في وهي كفار وهي اعداء لله وهي كذا وما شاء الله غنى وقوه ومن هذا وذكاء مرات ايش هذا. لا، اولئك ينالهم نصيب، ما هي دنيا، هاي ما هي دنيا، ما هي دنيا اصلا. اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. شو كتب؟ وبتعرفوا يعني قول الله سبحانه وتعالى، الآية استخدمناها اليوم، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم. لاحظوها، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، برضو ضمن حكمة، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء، كلا نمد مين؟ هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. محظورا إيه، نفس الشيء هون. أولئك لاحظوا، ما هي شغلة إيش الدنيا هي؟ أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. لو أنت، لو أنت حتى دققوا الآن، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم. شو معنى يتوفونهم؟ معناته بدهم يأخذوا نفوسهم وافية، يعني معناته الموت هون، مش دائما الوفاة عن الموت، ولكن الموت وفاة، الموت وفاة. شو وفاة؟ لأن الوفاة هي الأخذ والاستيفاء الكامل. واحد استوفى دينه، مش هيك؟ يعني أخذه كامل، أي استوفى دينه، أخذه كامل. ففي القرآن الكريم مش دائما الوفاة عن الموت، السياق اللي ببين. ولا، إذن هم من نصيبهم بوصلهم. شو مكتوب؟ شو مقدر؟ وفق حكمة الله بيصلهم، ينالهم. أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا. شو بدهم؟ والرسل إيش على فكرة؟ ملائكة، ملائكة الرسل. احنا قلنا فيش فوضى، إذا احنا الآن محبوسين في الدنيا هاي، ما هو احنا مين على فكرة؟ ما احنا، أنت القوة المدركة هاي، أنت القوة المدركة، هذا الجسد البدلة هذا، فأنت محبوس في هالبدلة ضمن قوانين اللي حولك، قانون الجاذبية وقانون كذا، وقد ما تروح وقد ما تيجي بتظلك في حدود. طب لما بدك تطلع، اللي في داخلك قوة هائلة على ما يبدو على فكرة، اللي في داخلك قوة هائلة، هاي القوة المدركة، لما بدها تطلع ضمن نظام فيش فوضى، كنت محبوس في هالجسد، الآن بدك تطلع يعني بتروح وين ما بدك. لا، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، ضمن توكيل، يوم تجدوا بستنى، ويبدو الطبيعة متقاربة. ايش اذا صح تعبير طبيعة؟ طبعا ايش هي الروح؟ ما احنا مندريش، تمام؟ ملائكة اللي بتأخذها، اللي بتقدر تتعامل معها يعني، تمام؟ اخرجوا انفسكم، مين اللي بتقول اخرجوا انفسكم؟ الملائكة. اذا حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا، وهذا على فكرة من الايات اللي بتشعرك انه في مسألة عذاب القبر، احنا سبق قلنا جبنا آيات عديدة تدل على عذاب القبر، وهي تدل على وجود السؤال عند أخذ هؤلاء. حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما، أين ما، أين، أنا ليش وقفت على أين؟ مش مشان ما تفهموهاش، أين ما، كيف أين ما تكون يدرككم الموت؟ هذه أين ما، أين ما كنتم تدعون من دون الله؟ وين هم من وين وين جماعتكم؟ وين جماعتكم؟ وين هم؟ وين جماعتكم؟ قالوا ضلوا عنا. هذا إذن الملائكة، إذن لما بتأتي على فكرة بتستخرج نفوس هؤلاء
بقولوا لهم وين الشركاء هذول؟ وينهم؟ جماعتكم وينهم؟ أينما كنتم تدعون من دون الله؟ قالوا، شو ردهم بكون؟ ضلوا عنا. وهي من العبارات شوية صعبة شوية تبدو لأول وهلة، حتى نفهم إيش ضل. إيش ضل؟ ضل، ضلوا عنا وعنا كمان عنا. وهاي عنا كأنها فيها بعد، يعني بعد عن. إيش ضل؟ ضل يضل، وضل يضل. على فكرة سنتين لغة ماشي، ضل يضل، ضل يضل، تمام. اولا الضلال ما يلي فيه، اول لاحظوا وبعدين بنطبق شوية على بعض العبارات. فيه غيبة، لاحظوا فيه غيبة بحيث لا نهتدي اينه، يغيب، يغيب حسا او معنى ولا ندري اين هو. مثلا ضل الطريق، معناته غاب عنه الطريق الصح ومش داري من وين الطريق. ضل السبيل، اذا هو يعني غاب عنه معرفة السبيل ولا يستطيع ان يتعرف اين وكيف. ضل، يضل عن الحق، يعني غاب عنه الحق، ما فيش حق ولا بيعرف وين هو الحق. اذا اهم شيء في الضلال ايه؟ غيبة، غاب. ولم، وهذا اللي غاب بنعرفش. ولذلك بدنا نجيب آية ممكن تكون توضح اكثر بعدين نشوف. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض، في هالواو، وقالوا، وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد. هون الموضوع إيش؟ الموت والبعث، الموت والبعث. شو قالوا؟ أإذا ضللنا في الأرض، لأنه لما بموت الإنسان هيك بفهمهم من المشركين، مات، تحلل، راح في التربة، وين هو؟ لاحظ شو معنى ضل في التربة؟ معناته غاب وين؟ واختلط وين؟ في التراب وإلى آخره، ما عدناش نعرف وينه. هاي قصدهم. أإذا ضللنا في الأرض، إيش ضللنا في الأرض؟ هون المقصود موتهم. طب كيف يعني ضلوا في الأرض؟ لأنهم بيعتبروا أنفسهم أجسادهم، فهم بيستغربوا. هذا الجسد اللي تحلل وضاع واختلط وغاب في باقي التربة بحيث ما تدري وين، وين، خصوصا لما آلاف السنين. ها، أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، يعني بنبعث كمان وبنرجع. كانوا يستغربوا هالكلام، وهذا قلنا انه بيحتاج لدراسة، بالذات العرب اللي كانوا يؤمنوا بدين ابراهيم واسماعيل، وبالذات اسماعيل عليه السلام. ليش هذول فيما بعد وكيف حصل معهم انكار الاخرة الى درجة استغراب البعث، في حين امم ثانية كافرة باشكال والوان كانت تؤمن بالبعث، تؤمن بالبعث. ليش بلغ فيهم التحريف وشو قصته؟ بده هاي الدراسة، لأن العرب فعلا كانوا مسألة الآخرة يستغربوها كمان. البعث، كيف حصل، كيف حصل هذا الانحراف الشديد إلى هذه الدرجة حتى يقولوا إذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، نبعث كمان. طيب نشوف الآن. قالوا ضلوا عنا، لأنه أول ما بيلاحظوا إنهم غايبين، هاي أول قضية، غايبين ولا موجودين الشركاء؟ لما بيقولوا لهم تفضلوا معنا، لما بيجوا الملائكة بتقول لهم الرسل تفضلوا، وينهم جماعتكم؟ شو بيقولوا؟ هم طبعا شايفين اشي هم، فاذا هم غايبين. اثنين، وبنعرفش وينهم اصلا، ها،
ها؟ طب هو يفترض كاين انت تتقرب له يكون معك على القليل عند هاللحظة هاي. ما هي سبحانه وتعالى بعث لك رسل، ما هي سبحانه وتعالى بعث لك رسل، اللي خلقك ربك بعث لك رسله، جماعتك وينهم؟ قالوا ما مطلعوا مش موجودين، ضلوا عنا. يعني شو ضلوا عنا؟ غابوا وما نعرف وينهم. لا بس يخليها بهذا الشكل بالضبط. احنا ليش بنحدد مشان ما يلتبسش الامر؟ غابوا ولا ندري اين هم. شو قصتهم غايبين هذول؟ طبعا من ادركوا الحقيقة هون وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين. اثرتنا كاينين فعلا هم يعني كفار. يلا وين هم؟ قال لك احنا الحق علينا، احنا. طيب نشوف اللي افترى. خلينا ناخذ افترى على الله كذبة، ناخذ أول شيء الناس اللي بزعموهم مسلمين، بزعموهم مسلمين. تيجي للدروز، الدروز ما هم مسلمين شيعة تحولوا، منيجي نقول لهم تعالوا نتحاسب، انتوا في الاصل مسلمين كنتوا وبعدين تطورت ايش عندكم؟ تجد عندهم من شرائع وحلال وحرام والتفاصيل، وينه هذا؟ هذا من الله، هذا من الله. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، هذا كذب، هذا كذب على الله. بتقولوا الله؟ نيجي للإسماعيلية، منيجي للعلوية، منيجي للشيعة الاثنى عشرية الآن، هذول يعني اللي قال الآن لحد الآن كن قالوا جماعة المسلمين. إيش؟ احنا نتكلم عن كذبة الآن مش الكذب، كذبة فهمنا ليش، مشان هناك بتكون السياق نفسه في مطروح قضية فبقول الكذب سبحانه وتعالى. الآن نيجي للشيعة، أوضح شيء، أئمة معصوم لهم عصمة، مين هم؟ طبعا علي، طبعا الرسول ما هو معصوم أصلا، فهمنا مشان يبلغ يعني، علي معصوم، الحسن معصوم، الحسين معصوم، علي ابن الحسين معصوم، محمد ابن علي معصوم، جعفر بن محمد معصوم، موسى ابن جعفر معصوم، وظلك مارق لك من امام 12. شو يعني معصوم؟ مشرع. شو بقول؟ شرع. اذن شو يعني ختمة النبوة؟ ايش يعني ختمة اذا في مشرعين بعدين؟ اذا في مشرعين بعدين شو بقولوا؟ بكون شرع، معصومين. شو اسمه هذا؟ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، هذا كذب، هذا كذب. وعلى فكرة ثقوا تماما، ما في فرقة ضالة، ما في فرقة ضالة ان بنى ضلالها على اجتهاد، مفضوحة واضحة. اما قضية انه نختلف في الاجتهاد لاحتمال النصوص، لا، هذا مش هو الموضوع، اللي هو الافتراء على الله كذبا. الاجتهادات والنصوص التي تحتمل مش هي هاي اللي افتراء على الله كذبا، لا، الافتراء تفصيل، انفصل تفصيل كذب مقصود ملوش اساس. وانا تتبعت لسنين طويلة اشوف عندهم شبه الدليل في مفاسدهم ما لقيت، واللي بيقولوا في شبه الدليل يعطونا اياها في عصمة، بالعكس الدليل بيقوم عكسه تماما وبيحرفوا القرآن مشان
مشان يقولوا انه معصومين يعني بحرف القرآن كمان. وصيروا يقول لك الآية هاي محلها مش هون وهاي دليلك ترى كذب. فصل الكذب. ولذلك لازم يفهموا هم هذول لما بتأتيهم الملائكة يقولون لهم أين الحسين رضي الله تعالى عنه، أين جعفر، أين أين. شرك واضح لا يحتمل تأويل. بتسمعوهم بيقولوا يا حسين ولا بتسمعوه؟ أينما كنتم تدعون، وين هم اللي كنتوا تدعوهم؟ والواحد فيهم قال يعني بقاتل في أرض المعركة ويقول يا حسين، تجي رصاصة ويقول يا حسين، تأتي الملائكة تقول له أين وينه الحسين وينه جعفر وينه وينه. شرك شرك، ويموتون على الشرك، وهم بينادوا على فاطمة وبينادوا على الحسين وبينادوا. كن قال لك انت بتعادي اهل البيت، هذا زي قضية النصارى لما تيجي تقول لهم المسيح نبي رسول من رسل الله الكرام، كن قال لك انت عدو المسيح، لازم نصلب حتى نصير احنا حبايب. لما نصير حبايب احنا وعيسى عليه السلام لازم نكون مصلوب، ولازم نكون ابن الله حتى نكون منقدر مين، حتى نكون منقدر عيسى ابن مريم. ها وهو هذول نفس الشيء كذابين اللي يكذبوا على الامه. قال انت بتعادي اهل البيت، انتوا احنا من عادي ولا انتوا بتفتروا على الله الكذب؟ احنا الساعه لو افترينا على اهل البيت الكذب بتظل بسيطه هاي. هذا لو افترضنا اهل البيت. ها كيف انت بتفتري على الله؟ منين هاي؟ منين هاي؟ منين بتجيبوا هذا الافتراء؟ ولذلك تترتب احكام فقهيه وغيرها مبنيه على عصمه اهل البيت. انبنى على عصمة اهل البيت اي كلام بيقوله اي من واحد من هذول 12. وعلى فكرة هذول 12 ولا واحد كان يؤمن فيهم انه زي ما بيزعموا انه، طبعا فيش 12 هو اصلا، في هذاك من ولدش من اصله، هذاك ال 12 اللي بدوروا، انتوا عارفين ليش بدوروا عليه ولحد الان مش جاي، لانه اصلا من ولدش. طب مين اللي بيقول من ولدش؟ هم. طب كيف بيقولوا؟ شو دليلك انهم هم بيقولوا؟ انه افتح كتبهم بيناقشوا انه ولد ولا ما ولدش. طب في طب على الحساب، طب ما هو موسى ابن جعفر عارفين انه ولد، ومحمد ابن ولد، والحسن ولد، والحسن اصلا قبل، والحسين قبل ولده بنعرفهم. طب ومحمد اخر واحد 12، ما انتوا بتقولوا، انتوا بتقولوا من ولد. وفي ناس استنبطوا استنباط عقلي لانه ابوه، نعرف انه ابوه ما كانش ينجب، مات ما لوش اولاد، وهو ابوه كان يقول ما ليش حدا ما ليش اولاد. ها طيب اخترعوا له ولد وبيستنوا فيه لحد اليوم. طب طبعا بيطلعش، ما انتوا اخترعتوا، كيف بده يجي؟ كيف بده يجي؟ لذلك انا انصحكم اذا كان حدا بده يتبع، بدي انصحكم بثلاثه، طبعا ممكن اكثر فيه بس بدي انصحكم بثلاثه. اثنين، لاحظوا كيف مرتبين، واحد كان شيعي وايه من من من, من مراجعهم شيعي وايه واسلم سنه 2005، اسلم ديروا بالكم، ها مش تقولوا لي تحول من سنة من شيعي الى سني، هذا كذب، هذا ثمن أفضل، هذا اصلا كذب، هذا اللي ما بقولوش اللي بيصرحوش بالكلام هذا برضه يفتري على الله كذب. فمن اظلمه؟ مين اعطوني اظلم من هذا اللي بيفتري على الله كذب وبقول هذول المسلمين بيكذب على الله؟ ما هي بقول لك معصوم وبقول لك مشرعين، اعطوني دليلك. فيش شبه الدليل، لو في شبه الدليل منناقش شوي، لا لا الدليل على عكسه تماما نقيضه. واحد كان شيعي ومن مراجعهم علمائهم واسلم سنة 2005 اسلم، واحد لا يزال شيعي بس ما ندري شو يعني شيعي، واحد سني، هذول موجودين على اليوتيوب وبيبينوا لك فساد العقائد هاي وتهافتها وما فيش اصلا دليل واختراعها وكيف اخترعت عبر العصور انها افتراء على الله الكذب. لا افتراء على الله كذب، هذا من ضمن عموم كلمة كذب، كذبة. اما اللي كان شيعي اسمه حسين، حسين المؤيد، حسين المؤيد، وله سلسلة تجدوها في اليوتيوب للي ولكن طبعا في احيانا قضايا مستواها عالي في العلم، هذا للمختصين اكثر.
حسين المؤيد ببين لك. وعلى فكرة من الأشياء اللي لفتت انتباهي بقولها هو حسين المؤيد اللي كان مرجع من مراجعهم أو يعني بلاش مرجع آية من الآيات بشيك. طيب عارفين إيش بقول؟ بقول أصلاً هم اللي بدهم إياه الإشي اللي بدهم إياه إنه تعترفوا أنتوا إنهم مسلمين. أنتوا تعترفوا إنهم مسلمين. هذا اللي كان منهم وممكنكم تشوفوه على اليوتيوب حسين المؤيد. هذا اللي كان شيعي. أما اللي شيعي من جماعة الخميني وباقي شيعي اسمه أحمد الكاتب. طبعا هذا مش اسمه الحقيقي، هذا اسم حركي لأنه في فترة من الفترات كان مطلوب لصدام وغيره وهو من أتباع الخميني قلنا. عربي طبعا عراقي. اسمه أحمد الكاتب، هذا الاسم الحركي. أما هو الأصل عبد كذا عبد كذا عبد كذا، هو أباء عبيد عبد الحسين وعبد الزهرة وعبد الأخير، مش قضية. أما الاسم هذا إيش؟ الاسم الحركي. هذا الرجل برضو له على اليوتيوب دروس، مش بس بدي هون تنتبهوا لقضية إنه لما بقول أنا هذا الكلام مش معناته بشهد لأحمد كاتب أو غيره إنه كل ما يقوله صحيح. لو بدي أقول كل عالم بدي أقول مثلا أقولكم خذوا منه في القضية الفلانية تأخذوا إنه كل شيء صحيح، لا مش صحيح. ما في واحد إلا من خالفه في قضايا وبوقع في أشياء، ما في بشر. تمام. إنما هذا أحمد الكاتب أنا ما بقدر أخذ منه كل شيء، لكن خذوا منه لما بتكلم عن فساد عقائدهم. ولا يزال شيعي أحمد الكاتب من علمائهم المعدودين. ببين لك، وخصوصا إذا بدكم تقرأوا قراءة كتابه تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه، ببين لك كل هذه العقائد باطلة. ولا تزال شيعي، لا أزال شيعي. هو تؤمن بهذه؟ لا. طب هذا أنا بقدر أكفره هذا أحمد الكاتب؟ لا، هاي شيعي بقدرش أكفره. ليش؟ لا بيؤمن بعصمة إمام، وبالعكس فندها وبين إنه هذه أوهام وإنه حتى الإمام 12 هو بيجيب لك على فكرة. وميزته إيش؟ إنه عارف مداخلهم وعارف الكتب وعارف بقول لك من ولج، وهي كتبهم إنه من ولج، هاي كتبنا إنه من ولج، ومن أئمتنا الكبار إنه ما فيش واحد اسمه محمد ابن الحسن العسكري، فيش. فبستنوا مين يعني؟ بستنوا مين يعني؟ هذا اثنان. واحد ثاني اسمه خالد الوصابي، هذا مسلم يمني متخصص في موضوعهم بشكل متعمق، وله كثير على اليوتيوب في ببين لك فضائح الفكر الشيعي. وكله بالمراجع، كله بمراجعهم وكتبهم، متخصص الرجل خالد الوصابي. هذول ثلاث، هاي كل واحد سني اصلا يمني، خالد الوصابي، واحد من الايات واسلم سنة 2005 حسين المؤيد، واحد لا يزال شيعي احمد الكاتب. وشوف كلهم بيجمعوا على انه هذا كله فاسد. اما التشيع يعني بمعنى محبة آل البيت وكذا، حب اللي بتحبه، بس اللي شو علاقة هذا في موضوع التشريع والرسول صلى الله عليه وسلم؟ بتقولوا لي انو اولى حتى اللي بيقولوا انو اولى بالخلافة، فلان ولا انو اولى بالخلافة؟ كان لو انه في اولى كان بين الرسول الاولى. ولذلك انا سمعت واحد من علمائهم شو بقول، الله يسامحك يا رسول الله كان بينيت، يعني باقي الرسول مش مبين اذا. طيب ماشي، موافقين معك انت، معناته الرسول مش مبين وبدك، والله يسامحه كان لازم يبين. شوفوا الضلال المبين. واحد بيعترف انه الرسول مش مبين وبلوم الرسول لانه ما بينش، وبلوم الرسول انه ما بينش. وانتوا اليوم صرتوا تشوفوهم في اليوتيوب وتشوفوا عجائبهم، وخصوصا المدرسة الشيرازية يا اخوي. شوفوا الشرك اللي ما في على وجه الكرة الارضية دين من الاديان بيبلغ شركه زيهم، وهايها امامكم اليوم. زمان ما كناش نعرفهم، زمان كانوا علماءنا السنة هاللي قلوبهم رقيقة يكذبوا علينا، مش قاصدين الاخوة الاسلامية، ولا بيعرفوا شثريتهم.
بيعرفوش. لما صرنا نشوفهم هم وندخل على مواقعهم في الانترنت ونشوفهم في الفضائيات عرفناهم باكين علماءنا يضحكوا علينا اهل السنة مشان يقربوا. قال يعني تقربوا تضحكوا علينا كاينين، تضحكوا علينا كاينين، مش مفاهميننا شو هم هدول عبين ما في الاخير ذبحوا الناس. هيهم بذبحوا الناس في الاخير لما اكتشفنا، لما صرنا نشوف الدماء تسهيل تبين اثريتهم بالغين مبلغ من الافتراء على الله لم يبلغوا احد. افتروا اهل الكتاب، افتروا ولا ما افتروش برضو اهل الكتاب، افتروا ولا ما افتروش؟ افتروا على الله كذبة، وبفصلوها الكذبة، بفصلوها تفصيل، يعني بيجيبوها هيك وبرتبوها. ما هو هذا الافتراء، هذا الافتراء له تفصيل. وبالتالي تيجي اقل منها وان تقولوا على الله ما لا تعلمون، لانه ممكن يقولوا على الله ما لا يعلمون يوقع الانسان، بس بيكونش مفصلها احيانا. لكن برضو هاي خطيرة جدا، قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به السلطان وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهي على فكرة هاي برضو في الاعراف تسبق الايات، اللي الاية اللي احنا تسبق الاية اللي احنا بنفسرها الان، مش هيك؟ الاعراف، انا قلت الانعام، الاعراف. وان تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقديش في هون، خلينا نوقف على قضية وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. اليوم بيعترفوا الناس بالتخصصات، ان مرض الواحد فيهم بروح يسأل الا طبيب، ولا بعدين يتفاقم المرض ويروح فيها الشغلة بتحتملش، تيجي تقترح عليه انت بقول لك شو، مين انت بقول لك. واليوم حتى ما صاروش يعترفوا بالاطباء اللي يكونوا مختصين كمان مشان وبده يبني له بيت كن راح لمهندس. اما الدين صار ينط عليه اي واحد، اي واحد، ويقول على الله ما لا يعلم. بقول لك هذا احنا رجال وهم رجال، احنا وهم رجال. طب ما هو اصلا الدين شريعة الله وعقيدته هذا من اصعب العلوم. ليش؟ لانه الدين الاسلامي شامل، وهذا سبق لفتنا الانتباه له، الدين الاسلامي شامل. بدك في الاقتصاد، بدك في علم الاجتماع، في الاجتماع، بدك في التاريخ، بدك في اللغة، بدك في الاخلاق، لا، بدك في التشريعات والقوانين، بدك 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 بدك. طب وين؟ طب اليوم الساعة القوانين، القانون، بس القانون اليوم المحامين عد كم تخصص موجود، القانون الدولي والقانون الدستوري والقانون الإداري والقانون التجاري والقانون البحري والقانون التأمينات، ايش ايش ايش، والقانون الجنائي. هذا السعي القانون. طب ما هي الشريعة هاي كله، الشريعة هاي كل هذا. واليوم في اليوم التخصصات في فروع في القانون. طب وين القانون وين الشريعة؟ وين القانون وين الشريعة؟ وانا في زماناتي بهمش كنا في واحنا في الجامعة كان يدرسونا ناس من العلمانيين في القانون كمان، احنا كنا ندرس قانون زيادة على الشريعة. اذكر واحنا في السنة الرابعة انه اعطيت محاضرة في موضوع الفرق بين القانون والشريعة، وكان الاستاذ اللي الاستاذ الموجود دارس في السوربون، يعني دارس قانون الفرنسي، قانون الفرنسي، ولا كلمة. ايش ولا كلمة؟ لما بينت انه الشريعة الاسلامية فوق كل هذا القانون اللي انتم بتعلمونه اياه، فوق طبعا فوق، لانك انت تركن الى ركن شديد. على فكرة ركن شديد القانون الفرنسي، على فكرة كثير منه مأخوذ من الفقه المالكي. لما فرنسا استعمرت البلاد شمال افريقيا، وشمال افريقيا طبعا ما هو المغرب وغيره مالكي، فتأثر الفرنسيين بالفقه المالكي، وتأثر الفقه المالكي واخذوا عنه قوانين كثيرة. والحين مش موضوعي اخوض، بس احنا بنتكلم في الشمول. شمول ايش؟ انه انت مش بس في تشريعات، طب ما في عقائد،
والعقائد على فكرة بدها تناقش قضايا. طب ما في أخلاق، في أخلاق. وهون بدي أروي لكم قصة بهم مش طالب من اليوم آخر يوم. يوم بلاقيني شخص وأنا ماشي في الشارع هون في رام الله، طبعا مش في البيرة، في رام الله بس على فكرة العريقة البيرة، هذه رام الله بعد الإسلام أجت، أما البيرة من آلاف السنين، لذلك ما بتلاحظوا اسمها رام الله، الله لفظة عربية، بس البيرة هذه من آلاف السنين هي العريقة أصلا. ما هو أنا مش براوي أصلا، أنا المواليد رام الله طيب الآن بس أنا بستلطف إنها رام الله. ها فهون لقاني في الشارع قال بدنا تشوف لنا واحد يعطي محاضرة في الأخلاق في الإسلام، الأخلاق في الإسلام. قلت له ماشي، إيش القصة؟ قال في الكنيسة الفلانية في محاضرات على مدى أسابيع، الأخلاق في البوذية، الأخلاق في المسيحية، الأخلاق في اليهودية، الأخلاق في الإسلام، الأخلاق في ماركسية، الأخلاق في الكذا، وكل واحدة بيجبولها مختص، في منهم مختصين جابوهم من الغرب يتحدث، تصور جابوا من الغرب يحكي في الأخلاق في كذا. قال لي ما بتلاقي، ما قلت له أنا داري، أنا باجي سجلوا اسمي في البرنامج بس بيعرفونيش، بقتش يعني صورتي معروفة بيعرفونيش تمام. فأنا قلت هذه محاضرات، طبعا كل أسبوع محاضرة وبيجيها علماء كبار كل واحد في تخصصه، الأخلاق في البوذية هي بدها، الأخلاق في اليهودية ما بدها، الماركسية إلى آخره، الأخلاق في الإسلام. هذه مشان تأخذ عبرة من هالقصة هاي. قلت له أنا فسجل اسمي في البرنامج بدون ما بيعرفوني، بيعرفوني شما ها، قلت ماشي هذا في قبل الانتفاضة. فهون فقلت بدي أروح أحضر مشان أشوف شو بيحكوا في الموضوع، مشان لما مش نيجي وإحنا غفلانين. فرحت أحضر. في يوم من الأيام خلص المحاضر، وطبعا في عدد كبير من القساوسة، قساوسة والناس مجموعين في المحاضرة والدرس، لاحظت انهم هم يعني خلص واحد تكلم كلامه وخلص وما وبدهم ينفضوا يروحوا ياكلوا، عاملين كمان بوفيه. فبقول لهم للقساوسه القاعدين ما بدكم مش تردوا على الزلمه، ما هو في شيء له علاقه بالدين يعني، خلصت المحاضره قالوا خلصت، بدكم مش تردوا على الزلمه؟ قالوا تفضل. فقمت وحكيت، لما قمت حكيت انبسطوا هالقساوسه، لاني حكيت في صالح الدين طبعا واللي كان يتكلم المهم، فانبسطوا هيك واجوا يتعرفوا، اسمك ما اسمك، طيب عرفوني عرفوني، عرفوا الاسم انه هذا مسجل اسمه في البرنامج، في البرنامج اللي بده يجي يتكلم في الاخلاق في الاسلام. لما اجى الموعد ذهبت، كنت معي عماد ما كنتش، ذهبت وإذا في اثنين بيستقبلوني، المشرف على البرنامج واللي دعاني لقاني في السوق وقال لي كأنه استحى، وفيش حدا في القاعة. فيش حدا في القاعة، فاضية. شو إلا المشرف على البرنامج ها، واللي دعاني لقاني في الشارع. لكن سبحان الله كان في وقتها في اخوة ماخذين باصين رحلة، ما هو كانت المحاضرة في الليل، رايحين باصين رحلة، وكانوا عندهم فكرة انه في اليوم الفلاني هذا في الكنيسة الفلانية في، فهم راجعين بعضهم اقترح قال شو رايكم مش في اليوم محاضرة، شو رايكم نروح؟ ما شفت يعني، بجيت بدي اطلع
واذا الباصين واقفات قبل وبينزلوا كلهم وبقعدوا في القاعه تقريبا 100 شخص من المسلمين. قلنا لهم الان بدنا نعطي الدرس. مين كان فيكم وقتها فيه من الكبار؟ مين من ما هي كانت في الثمانينات قبل الانتفاضه. ايش هذا بيرفع ايده الشيخ سعيد؟ الشيخ سعيد فهون وقت ايش هذا ايش هذا انتبهتوا. فهو بالنسبه للاسلام قلنا هو شامل، واليوم صار اي واحد بده يتكلم في الدين وإشي قال يعني مش فاهمه هو، وعلى ضوء انه هو مش فاهم صار بده يحكم، بده يحكم على الدين باعتباره مش فاهم، ولا هو دارس ولا هو بيعرف. قلنا الدين يعني المسألة أصعب شيء التخصص في الشرع في الدين الإسلامي، يعني لأنه زي ما قلنا أنت عرضة أنك تناقش في أي قضية كانت. ممكن أستاذ متقن للغة العربية يناقشك في عربية القرآن، ممكن واحد في التاريخ يناقشك في مسائل تاريخية، ممكن واحد في الاقتصاد من علماء الكبار بده يناقشك في الاقتصاد، من علماء الاجتماع شرحه، من القوانين والتشريعات برضه أني تشريعات قانون جنائي مثلا إلى آخره. فهذه المسائل وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون بحسبوها المسألة بسيطة. وبالتالي الدرس الماضي إيش قلنا إحنا؟ شو كان أنت لازم ولا تقفوا ما ليس لك به علم، لأنه أنا ممكن أقفوا لأني مش عارف، لكن لازم اللي بدي أقتفي أثره إيش يكون؟ بعرفه. لكن اليوم صارت اليوم على فكرة في الانترنت شو صار في الانترنت اليوم صار يطلع بصعاليك، وهذا سوق بيبيع فيه اي واحد بتعرفوش شو اصله، عنده ايمان ما عندوش ايمان، في ناس بتزيه على فكرة بالدين الاسلامي وهم ملاحدة وبقصد خلص بيظهر كمفكر اسلامي. لازم تعلمه، لانه انت طالما مش متخصص انت بدك تتبع. طب تتبع كيف يعني؟ تتبع كيف؟ ولا تقف ما ليس لك به علم، لازم تعرفه. واليوم سهل تعرفه. كيف سهل تعرفه؟ دققوا معي. الله سبحانه وتعالى لا يترك مثل هذا الإنسان المتستر إلا يفضحه، بس بشرط إيش؟ إنك تلاحظ، إنك تلاحظ. شوفوا مثلا هذول لما بيحرفوا بحرفوش في قضية واحدة وبسقطوش سقطة واحدة. هذاك اللي بسقط سقطة واحدة ممكن يكون مجتهد ما فهمش في قضية معينة، لكن اللي اهل الضلال لا، هذول بكونوا اصلا يعني اولا بتشعر انهم متناقضين بين في كلامهم. كان يقول وصار يقول تناقض كثير. طب ممكن واحد يرجع عن رأيه؟ طب فهمنا بيرجع عن رأيه بالدليل. اثنين ممكن، لكن هذول بيكون سمتهم دائما التناقض. اثنين تبدأ تلاحظ انه بنحرف في قضايا كثيرة، مش واحد واثنين. يعني زي ما قلنا واحد بنكر عذاب القبر اللي هو فيه احاديث متواترة مش صحيحة، بتجدوا بنكر يأجوج ومأجوج اللي فيها احاديث متواترة، مثلا بنكر المهدي اللي مجموعها احاديث متواترة، بنكر كذا شفت. وبتلاقيه بيقبل الضعيف وبنقض على القوي، هاي برضو من العلامات. شوفها بيقبل الضعيف وبنقض على القوي في الاحاديث، بتصير تعرفه. وهذا على فكرة انا لاحظت انها سيمة بتخليك تميزهم على طول، تناقضهم. او على فكرة هذول اللي بيجاروا الحكام، ديروا بالكم هذول اللي بيجاروا الحكام هذول بياعين بيبيعوا وبيشتروا، هذول اللي بيكون في حضن العالم الحاكم والسلطان يعرف انه خلص هذا مستعد بيع ويشتري. هذا واحد تعرفوهم هيك انه في حضن السلطان وبعدين جاهز يعطي فتاوى للسلطان، هذا بعدين بتناقض، بعدين بيوقع كثير في قضايا اساسية في الاسلام، إله خربشة هون. ثلاث، بتناولوا العلماء بشكل كبير،
لأن العلماء على فكرة بيفهموا، العلماء بيفهموا أنه في اجتهادات وممكن يخطئ هون، وأنا بخالفه في الرأي وبيجي بقول لك يعني في علماء قالوا كذا وإحنا منخالف بس. لكن إذا شفت هجوم من عدة جهات من علماء إسلاميين، معناته هذا الشخص ماله، معناته الشخص ماله. وإحنا سبق قلنا لكم مثلا في بعض المهتمين مع أنهم مش مختصين، يعني بعضهم اختصاص حقيقي وإنما ممتاز. ليش؟ لأنه هدول أهل الباطل على فكرة، من السهل جدا أي واحد عنده شيء من المعرفة الدينية يرد عليهم، مش قضية يعني، يعني هدول مش إشي عميق يعني حتى يحتاجوا لكبار. ولذلك سبق أنا برضو هاي بدي أرد أكرر أسماء، برنامج قرار إزالة، قرار إزالة موجود على اليوتيوب، شابين لطيفين بتكلموا ساعة، كل ساعة بتناولوا فيها منحرف، وممكن يتناولوا منحرف ثلاث أربع ساعات يعني بس ما بتناولوش إلا المنحرفين اللي يعني هذولا ما، لأنه بقدروش يتناولوا مخطئين، بقدروش يتناولوا مخطئين. إذا بدك تتناول مخطئين تتناول الفكرة بس مش الشخص، لكن المنحرفين لا، بتناولوهم بوضوح. واليوم ببساطة، اليوم مماسك، اليوم مصورة، اليوم مصورة الأقوال، تفضل هاي بيقول وتفضل هاي بيقول، تفضل هاي بيقول تفضل هو نفسه، وهي كذا إلى آخره، بناقشوا وبكذبوا، بوروك وين بكذبوا، في المراجع وبكذبوا في التوع. زي لما واحد يجي يقول يعني مما قيل في المسائل مثلا انه الرسول صلى الله عليه وسلم قال انه يخرج علينا الان رجل لعين، يعني بمعنى، فالراوي ابن عمر خاف انه ابوه راح يتوضا يجي ويطلع هو، المهم فاذا به، قال فاذا به معاويه، فاذا به معاويه، هذا هذا اللي بقول. طيب شو بقول؟ قالوا ابن تيميه قال انه انا هذا الحديث ما بعرفه، قال من عرفه اياه، من عرفه اياه. هذول في قرار ازاله شو عملوا؟ اظن اذا هم جابوا لك كلامه هذا، بعدين ردوا جابوا مقابلة مع فضائية، قالوا له انت بتلعن معاوية، قال ابدا، انا كيف بدي العن معاوية، اصلا فيش حديث صحيح بلعن معاوية. هو نفس الشخص. طب الحق تنسى، ما انت بتقول، ما انت بتقول انه ابن تيمية بيقول بعرفوش، من عرفه يا يعني، هذا بنتسى، هذا الكلام بنتسى، والفرق يعني بيكون اشهر بس مع فضائية. قالوا له فهذول بيجيبوا لك اياه في قرار ازالة، تفضل شو بقول هون. بعد هيك شو بخلصوا بقوله؟ بقول لك تفضل، فيش في الحديث، فيش حديث انه معاوية، هذاك الحديث اللي هو ممكن يكون ضعيف مثلا ذكر اسم ثاني، بس فيش ولا حديث ذكر معاوية، من اين جبتها؟ يعني بدي افترض انه راح لحديث ضعيف، ما فيش حديث ضعيف بقول هيك. طب هذا لما بسقط انسان بس هاي سقطة لحالها، هذا بتشفش يعني؟ هذا بتجد زي ما قرار إزالة. في واحد ثاني برضو رجل متزن وعنده وبتبع وراهم وبيجيب لك المراجع، اللي هو اسمه مكافح الشبهات، انه ممكن علماء مرات يختلفوا مع بعض وفي اراء وكذا، بعضهم يكون شديد، في العلماء ناس بيكونوا شديدين مرات، مش قضية، مش هذا هو، لا احنا بدنا الساقطين، ومثل هذه البرامج ما بتتعرضش الا للساقطين، تمام، بتتعرضش الا للساقطين. وبالتالي بصير كثير من الشباب اللي بيسمعوا يقولون على الله ما لا يعلمون، ثم يكتفي شخص ما بيعلم الشهو. وفي شخص هذا يعني زي ما قلت، انا بطلعش مني الاسماء الان، انا متأكد انه ملحد ومع ذلك يقولون ايش؟ مفكر اسلامي، مفكر اسلامي. وقلت لكم عن واحد كمان لابس لفه وجبه وبقولوا عنه مفتي استراليا، طلع متنصر، طلع وسالوا في استراليا قالوا لهم اصلا فيش مفتي في استراليا، فيش مفتي في سيدني يعني، مش هيك؟ ومتنصر ولابس الجبه واللفه، بيجيبوه في الاعلام. اليوم الحرب، دققوا معي، اليوم الحرب على فكره شديده ومفتوحة، بس ديروا بالكم، بدي ألفت انتباهكم لقضية، الحرب معلنة من أول يوم،
على الإسلام على مدى التاريخ كله. بس انتوا عارفين ليش الآن بتشعروا انها في حرب؟ لانهم لما افلسوا صاروا يظهروا فوق السطح ويتبجحوا بالكلام الفاجر ها جهارا نهارا. بس اللي اخطر الحرب اللي كانت متخبية، هذول صاروا مكشوفين. هذا ولا شيء، الاسلام طول عمره هو اللي بينتصر وبتقدم. وكل هذه السقطات ما شفتوش هذا الساقط اللي سب صلاح الدين؟ لعن صلاح الدين هذا شو؟ واللي سبق انه ذكرته انا في بعض الدروس باسمه، لانه انا بذكرش اسماء اللي بيسموا حالهم مسلمين، بس هذا تافه من التوافه وبلعن صلاح الدين. من سبق قلت لكم كيف انه اخذ عن اليهود وقال انه السيسي في التسريب له، قال السيسي اللي قال لنا قولوا، السيسي اللي بكلهم قولوا. ليش السيسي الان بكلهم قولوا تفاصيل؟ ليش السيسي بده صلاح الدين يلتعن؟ هذا ممتاز، هذا الكلام على فكره ممتاز، لانه الحرب طول عمرها اصلا من تحت لتحت، طول عمرها من تحت لتحت، بدهم يواجهوا الامه. لكن الان لما يصيروا مكشوفين ممتاز انتهى الموضوع، يعني صار عدوك الان ايش؟ مرئي. وهذول كله بروح مع الزباله، هذا كله بروح مع الزباله. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.